ايه هي المشروبات اللي تقدر تشربها وما تكسرش الصيام المتقطع؟ السلام عليكم ورحمة الله، معاكم اخصائي التغذية عم شعراوي. ازيكم؟ رب تكونوا بخير. في الفيديو دوت هنبدأ نتكلم على نقط مهمة بعض الناس بدأت تسأل مؤخرا كتير، فنبدأ نعمل لهم فيديو عشان يبقى هو دوت المركز بتاعهم او المرجع يقدروا يرجعوا له. اول حاجة، لو احنا اتكلمنا عن ايه المشروبات اللي نقدر نشربها في الصيام المتقطع، لازم نبص على اساس الصيام المتقطع. الصيام المتقطع اساسه ايه؟ اللي انا ما اكلش حاجات فيها سعرات، ابدأ افتكر الاكل فتكسر لي الصيام، في نفس الوقت وقف حرق الدهون من جسمي، وفي نفس الوقت تحسسني ان انا ابدأ اجوع بعدها بساعة الى ساعتين. طيب ايه المشروبات المسموحه في الصيام المتقطع اللي هي تعتبر ما فيهاش سعرات؟ في حاجه هنا لازم نوضحها، ان مفيش حاجه اسمها ما فيهاش سعرات، هو بيكون فيها بس نص الى واحد سعره، حاجه تعتبر منعدمه، فعشان كده احنا بنقول عليها ما فيهاش سعرات. زي الشاي الاخضر او الشاي الاسمر، ممكن شاي ليبتون عادي، شاي خرز عادي خالص. تاني حاجه اليانسون، النعناع، القهوه. دي كده المشروبات المسموحه. ليه؟ لو احنا بصينا في السعرات بتاعتها هنلاقي السعرات بتاعتها زي ما احنا قلنا تعتبر معدومه، اللي هي اقل من واحد سعر. في ثلاث انواع تانيين برضو مع المشروبات دي الناس بتحب تشربهم، بس للاسف دول مش معانا. اول حاجه هي القرفه. القرفه يا جماعه فيها سعرات عاليه، فانت لما تستخدمها معناها انك كسرت الصيام المتقطع. بالنسبه برضو للحلبه، الحلبه نفس الكلام، هتشربها هتكسر الصيام المتقطع. انا هنا ما بقولش ان القرفه والحلبه وحشين، لا، انا بقول لك الاثنين مفيدين جدا، بس انا بتكلم هنا في الفيديو دوت على الصيام المتقطع. احنا بنتكلم على مبدا انك تبقى ماشي صح في الصيام المتقطع وما تكسروش، لانك لو كسرته ممكن تجوع، تاكل، تزود سعراتك، بدل ما تخس كيلو تبدا تخس نص كيلو. طبعا ده هيكون على حسب سعراتك. تالت حاجه، والحاجه دي ممكن بس انا لو افضلها، هي الزنجبيل. الزنجبيل تقريبا في المعلقه الصغيره فيها 4 سعر، فهنا ممكن شخص يقول ده انا ممكن استخدم نص معلقه. انا عاوز اقول لك ممكن، لا يفضل بس ممكن، بس هو انا دايما بقول ابعد عنه. يبقى في ثلاث حاجات تبعد عنها في وقت الصيام المتقطع، هو الزنجبيل، تاني حاجه القرفه، ثالث حاجه الحلبه. المشروبات المسموحة تاني الشاي سواء أسمر أو أخضر، النعناع، اليانسون، القهوة أو النسكافيه البلاك أو الجولد. أهم حاجة ما يكونش مضاف إليه كريمر، اللي هو بيكون فيه يعتبر السكر أو اللبن البودر، ده كله ممنوع أثناء الصيام المتقطع. نرجع نتكلم تاني على الجنزبيل، ممكن تستخدمه بس أنا لا أفضله في الصيام المتقطع. يبقى أنت كده عرفت إيه المشروبات المسموحة وإيه هي المشروبات الممنوعة، بحيث بعد كده لو أنت قابلك أي حاجة تانية خارج الفيديو أنا هشوف. والله لو ما فيهاش سعرات ساعتها اقدر استخدمها، والله لو فيها سعرات لا ساعتها ابدا ابعد عنها اثناء فتره الصيام المتقطع. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه، ان الصيام واقف برضه على سعراته، مش معنى ان انا هبدا اعمل صيام مقلل اكلي اروح اكل لما ابدا اكل اكل غير صحي. طبعا هيبقى فيه سعرات عاليه، وفي نفس الوقت هيجوعني، وفي نفس الوقت هيخسرني عضلات، فهيقلل معايا معدل الحرق، فهيديني نتيجه سلبيه. فعشان كده افضل حاجه في الصيام المتقطع انك تحاول تحسب معاه سعراتك. انا هنا عامل سلسله كامله عن التغذيه على القناه هتلاقيها، بس الفيديو الجاي هيكون مهم جدا، هبدأ اعمل فيه ازاي انك تحسب سعراتك عن طريق كده موقع سهل جدا لكل الناس، وابدأ اشرحه على الموبايل. وفي نفس الوقت الفيديو اللي بعديه هنبدأ نتكلم على انا خلاص عرفت سعراتي، مثلا ماشي على 1500 لو انت مثلا لو انت بنت، او ماشي مثلا على 2000 1800 لو انت راجل او لو انت شاب. بعديها طيب انا عاوز اعرف بقى ال 1800 دول هحط فيهم كام سعره، هنكلم لك واشرح لك برضو على الابليكيشن ازاي تحسب الاكل بتاعك وازاي تظبط السعرات بتاعتك الى اخره. لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب. في رعاية الله، السلام عليكم.